الحاجة أم الاختراع وداويها بالتي كانت هي الداء. كثيرة تلك الأقاويل المتحدثة عن لجوء الإنسان للتأقلم مع محيطه أيا كانت الظروف، وهذا ما حصل تماما مع أهالي الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث لجأوا لاختراعات كثيرة في ظل الحصار المفروض على المدينة من قبل قوات النظام منذ أكثر من عامين. مراسلنا هادي المنجد رصد لنا جانبا من تلك الاختراعات، نتابع. أبو عبدوم زارع بسيط من الغوطة الشرقية، دفعه غلاء أسعار الوقود وانقطاعه في معظم الأحيان للبحث عن بديل عن الوقود المعتاد. يعمل اليوم أبو عبدوم مع بعض أصدقائه في مزرعته الصغيرة على إعادة تدوير النفايات البلاستيكية لاستخراج الوقود اللازم لاستمرار عمله الزراعي، كما يقوم أحيانا ببيع الفائض عنه للفلاحين بأسعار منخفضة مقارنة مع الوقود النظامي. طورنا وزبطت أمورنا والحمد لله، شبه 90% استغنينا عن المازوت الأسدي أو اللي بيقولوا المازوت الصافي، صرنا نطالع غاز، بنزين، مازوت، والحمد لله وصلنا للمرحلة اللي نحن فيها وغطينا تقريبا 75% للفلاحين من محصول القمح، من محصول الخضرة، وهي شغلة بالمازوت والبنزين. مهنة جديدة لم تكن معروفة سابقا في الغوطة الشرقية، لكن الحصار وارتفاع أسعار الوقود دفع الأهالي لابتكار هذه المهنة، ناهيك عن طرق وأساليب أخرى قد اعتمدها الأهالي للتعويض عن النقص الكبير الذي سببه الحصار. لم تعد أكوام التبن هذه مخصصة لإطعام المواشي والحيوانات، فقد أصبحت اليوم الوقود الأرخص سعرا في الغوطة الشرقية، حيث يقوم أبو علاء بصناعة موقده الصاروخي بطريقة بدائية وسهلة جدا انطلاقا من مادة التبن التي تعتبر البديل الجديد للاستغناء بشكل شبه كامل عن الوقود التقليدي وحتى عن الحطب الذي أصبح سعره غاليا جدا في الغوطة الشرقية. احنا سوينا هالطريقة هاي انه مازوت ما ضل وغالي، يعني اذا وجد عندنا مازوت غالي كثير، ايه، وحطب كيلو الحطب كمان غالي، وطبخه قوم نطبخها بتكلفنا 2000-3000 ليره، تمام، بين التبن بلاش موجود خير الله، وطريقه اسهل من هيك ما في. اينما تولي وجهك في الغوطه الشرقيه تخبرك بساتينها الخضراء وابتكارات اهلها اليوميه ان الحياه طبيعيه تجري في عروقهم، ولكن ما يخفى عليك أن كل ما تراه عينيك هو من إنتاج أهل الغوطة الشرقية إلا ما ندر. هذه المنجد أورينت نيوز، غوطة دمشق. ينضم إلي كل من معاذ الشامي وآدم بيطار وأبو كمال من الغوطة الشرقية، جميعا هم نشطاء إعلاميون وأيضا من الذين ساهموا في هذه الاختراعات في الغوطة الشرقية لتأمين الاحتياجات اليومية. أبدأ معك معاذ الشامي بداية عبر سكايب من الغوطة الشرقية، يعني تابعنا بهذا التقرير جزء بسيط جدا من الأمور اللي اخترعوها السوريين بالغوطة الشرقية نتيجة الحصار لتأمين احتياجاتهم اليومية. احكي لي أول شيء، أنت بشو ساهمت؟ الصعوبات اللي كنتوا عم تواجهوها، كيف كانت تجيكم الفكرة بأنه نحن مثلا عندنا نقص بالوقود فبالتالي بدنا نلجأ لشيء آخر؟ من وين كنتوا تجيبوا هالأفكار هاي؟ تمام، نعم سترولا، ربما لم نعد خافين على احد وضع الغوطه الشرقيه محاصره منذ 3 سنوات حتى الان، مما دفع الاهالي على التعايش مع هذا الحصار المؤلم. شعب الغوطه شعب لا يموت بل ينهض من تحت الحصار، الحاجه ام الاختراع والقله والحصار دفعتنا لابتكار الكثير من الطرق والاساليب للتعايش مع هذا الحصار. على ما يبدو ان الحصار لم ينتهي الا مع انتهاء النظام. طبعا كان الاختراع الاول بالغوطه الشرقيه اللي هو كان دراجه كهربائيه كانت تشتغل على الكهرباء. هاي الدراجه الكهربائيه استخرجنا منها شريط سالب وشريط موجب. هذا الشريط السالب وشريط موجب على حركه دوران حسب ما واحد بيدوس عليها. هي الدراجه بتعطي شحن لبطارية 12 فولت، هي البطارية 12 فولت اللي احنا بنحط لها رافع جهد، هذا رافع الجهد احنا بنستخرج منه الكهرباء، يعني بنولد منه كهرباء. كان كمان على نفس الطريقة هاي
طورت معنا عبارة بعد 6 شهور طورت معنا هذا الاختراع، صرنا الدراجة الكهربائية نفسها أو هذا الدينامو نفسه زدنا له دارة صارت تخرج هي 220، يعني صارت هي الدراجة تخرج كهرباء 220، تشغل فيها براد أو نشغل فيها شاشة تلفزة أو إلى آخره يعني. وعلى نفس الوتيرة كان في المروحة نحطه على احد الاساطيح الابنيه، هاي المروحه تكون كبيره او صغيره الذي منه، هاي المروحه على حسب دورانها ناخذ منها شريطين سالب وموجب، نحطهم على بطاريه كمان 12 فولت عباره عن 12 فولت، هاي البطاريه كمان احنا بس على حسب حركه الرياح تدور هاي المروحه، بس تدور هاي المروحه تشحن البطاريه 12 فولت، مما بيساعدنا من هاي البطاريه برافع الجهد بنخرج منها كهرباء. ابرز الاختراعات بالغوطه الشرقيه طبعا كانت يعني هي كانت كان لها مختصين طبعا هي هذا الاختراع من جيش الاسلام من الفصيل العسكري، ومن ثم المدنيين صار جزء رئيسي او تجاره رئيسيه بالغوطه الشرقيه اللي هو استخراج البنزين والمازوت من البلاستيك. استخراج البنزين والمازوت من البلاستيك هو كان يعني الاختراع الافضل بالغوطه الشرقيه واللي ساعد الغوطه الشرقيه على الحركه بشكل غير طبيعي. هو يعني الوقود والكهرباء هن يعني صايرين بهذا الوقت هن اهم مقومات الحياه يعني للحياه بشكل عام. بروح لابو كمال عضو تنسيقيه دوما من الغوطه الشرقيه، وبتشكرك معاذ الشامي على كل هالمعلومات اللي اعطيتنا اياها. ابو كمال بدي اسالك عن هالاختراعات اللي حكى لي عنها معاذ، هل هي موجوده بكل بيت؟ يعني تكلفه تصنيعها يعني مناسبه بطريقه انه تنوجد بكل بيت بالغوطه الشرقيه يحصل عليها؟ أبو كمال يا أبو كمال، طيب عم تسمعني؟ رح أرجع أعيد لك السؤال أبو كمال، هل الاختراعات هي موجودة بكل بيت بالغوطة الشرقية؟ هل تكلفة تصنيعها يعني مناسبة لأنه كل عائلة تحصل على هاي الاختراعات خاصة لإنتاج الكهرباء والوقود؟ طيب ما معنا حدا. طيب اوكي، على كل الاحوال بتشكر كل ضيوفي اللي كانوا معنا، وايضا يعني هالاختراعات اللي من الغوطه الشرقيه اللي شفنا جزء منها بحلقه اليوم في برنامج هو اسمه من الغوطه، موجود على موقع اورينت على الانترنت، فيكم تتابعوا فيه كل الشيء كان عم بيصير بالغوطه الشرقيه، اختراعات كثير حلوه لحتى يقدروا يعيشوا. بنختم حلقه اليوم بلقطه وهي عباره عن اغنيه تحت عنوان سوريا يا ام اليتامى لاحمد القسيم، الى اللقاء.